محتاج للإنارة العمومية، محتاج لمجموعة ديال الطرق، محتاج للمواطنين يعيشوا في واحد الظروف كتلقبه. حنا محتاجين في هذه الساعة رحم الله كبير سيد الرئيس، حنا معاك ندقوا البيبة نستخلصوا نديروا واحد مجموعة الحوايج نجيبوا الفلوس من المدينة. حنا ماشي ضد المشروع، ولكن حنا الآن اليوم النقطة عندنا هي من إصدار النزع الملكية. أما من بعد تكون عندنا واحد التصور آخر سيد الرئيس. أنا فقط سأتحدث على نقطتين، النقطة الأولى أن المشروع كيبين النية ديال نوايا المجلس أنه يكون مجلس منتج ويساهم في التنمية المحلية. فقط غير أن هنا في هذه الورقة ما تحدثناش على اليد العاملة. أنا كشاب من طنجة من حقي أنني نتساءل أن هذا المشروع شحال غيقدم اليد العاملة كي. ثاني شيء هذا مشروع جديد على المدينة. ثاني غيكون عنده مهنة جديدة. ما خصناش نستحضروا الخطا اللي وقعوا فيه في عصر تقريبا بانجا انهم جاوا مهنة جديدة للبطاقة. لا بالنسبة للشباب البطاقة ما تكونيش في هذه المهنة هذه وقعت واحد مجموعة احتجاجات مجموعة من الشباب قد عقد البطالة بينما المشاريع كاينة في الطرق. إذا خصنا بالموازاة مع تنفيذ المشاريع المشروع والمشاريع الموازية سيد الرئيس خصنا نفتحوا باب التكوين للمهنة الجديدة اللي غتحتاج لأن ما عقلوش واحد عنده إجازة في القانون ماشي حسب طريقة هذا. هذه من جهة، الجهة الثانية خصنا نهضروا عليها هي المرافق يعني الوسائل اللي راه تصرف في هذا المشروع هذا. مثلا جاء الجزائر من الرباط من كازا في تي جي بي كيفاش غيعمل يوصل لديك المنطقة؟ هذا سؤال. إذا خصنا لماذا يكون عندنا واحد خط تراموي؟ أننا خصنا نقطعوا في فترة تراموي يكون منه أولا توصيل، ثاني شيء سياحية على مستوى البحر على كذا. شكرا. بالنسبة للمصادقة على الناس الاحتياج، مشروع على الأراضي إحداث منتزه وطني يضم حديقة الحياة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.